قال مراسل التلفزيون العربي في غزة أن أعضاء وفد حركتي حماس وفتح توجهوا إلى القاهرة عبر معبر رفح البري استعدادا لبدء مباحثات المصالحة الفلسطينية. وتشمل المباحثات التي ستجرى برعاية مصرية مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات تنفيذها وآلياتها وفق اتفاق القاهرة عام 2011. عربة المصالحة الفلسطينية انطلقت وسط تجاوب كل الأطراف. وأولى إيجابيات الوساطة المصرية مغادرة وفدي حركتي فتح وحماس إلى القاهرة لبدء مباحثات المصالحة الفلسطينية. مباحثات لن تكون بالسهلة جراء تشابك الملفات الأمنية والاقتصادية في القطاع والضفة. لكن النية لتذليل كل تلك العقبات موجودة لدى طرفي المصالحة. كل شيء سوف يطرح في لقاء ثنائي بين حماس وبين فتح بالرعاية المصرية في حوارات القاهرة، على رأسها القضايا الإنسانية المتعلقة بقطاع غزة. هذا أمر وطني وإنساني وأخلاقي وملح. وما يؤكد الرغبة في إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني المستمرة منذ نحو 10 سنوات هو كلام رئيس الحكومة الفلسطينية على التواجد في غزة في الأيام القادمة. سأكون متواجد على مدار إن شاء الله الشهور والأيام والأسابيع القادمة. سنكون كلنا في غزة. إن شاء الله بعض الوزراء يتم إن شاء الله بغزة هون. بالتأكيد بعض الوزراء راح نعمل جدول، بعض الوزراء يداوموا في غزة وبعض الوزراء يداوموا في الضفة الغربية. اجتماع القاهرة يأتي بعد أسبوع من عقد حكومة وحدة الوطنية الفلسطينية أول اجتماعاتها في غزة منذ عام 2014. وتشمل المباحثات التي ستجري بالرعاية المصرية مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة عام 2011.